نعم، أول إشي بداية بنتهز هاي الفرصة اللي بعيد على الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعادوا علينا وعلى كل الأردن والأمة العربية والإسلامية بالخير. اللي بحب أكده وأرجع أعيده وبشكركم إنه صح إحنا بعرف برضه ومؤسسات أخرى عملها تكامل معنا عدت خطط لشهر رمضان المبارك، لكن مو معناته إنه الكوادر هي فقط تعمل في شهر رمضان المبارك. أصبحت خطتنا الرقابية بالنسبة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هي نهج عمل متكامل وغير محصور، إلا إنه لطبيعة أمراض مثلا شهر رمضان خصوصيته هو الإزداد الإقبال على بعض الوجبات والطعام، فإنه قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء طبعا إنه بيكون نمط الشغل على 3 ورديات. الفترة الصباحية بتروح أكثر شيء على المولات لأنه أماكن شراء اللحوم والدواجن، لأنه عادة هاي النشاط الصباحي بيكون في هذه الأماكن. أما بالنسبة للفترة المسائية اللي بتبدأ من الساعة الثانية لحد يعني وقت الإفطار، طبعا بتركز على مراكز على مطاعم تجهيز الوجبات السريعة وبرضه الخيام الرمضانية وأماكن بيع الحلويات البيع الحلويات، لأنه بهذا الوقت أيضا يتم شراء الحلويات. وكذلك ما رح ننسى أبدا برضه فرقنا تنطلق إلى مراكز التنمية الاجتماعية ودور رعاية الأيتام والمسنين برضه للتأكد من الوجبات اللي تقدم لهذه الشريحة اللي هي مهمة جدا لنا جميعا في المجتمع. كمان ما بدي أحكي إنه الفترة المسائية بحب أضيف اللي هي بتمتد من بعد ساعات الإفطار لغاية ساعات الفجر، بتشمل المناطق اللي بيرتادوها بعض الصائمين، المقاهي والمطاعم السياحية. نسيت أحكي كمان إنه برضو أماكن تجهيز بالفترة المسائية، أماكن تجهيز العصائر من الأماكن المرخصة طيب الدكتور، وهنا نعول على المواطن. أتمنى شكرا لكم، أتمنى من كل مواطن خصوصا إنه درجة الحرارة مرتفعة، إنه هدول البائع المتجولين اللي بيكونوا على الطرقات أن لا يتم شراء أي نوع من العصير منهم. طيب دكتورة، يعني إذا بتسمحي لي، يعني من حيث انتهيت بحديثك الشيق والنصائح التي نتمنى من المشاهد أن يأخذ بها، يعني الآن فيما يتعلق بالباعة اللي بيبيعوا العصائر على الطرق الخارجية، وبنلاحظ بعضهم بيكون حاط له بوكستين برتقان وماكينة عصير قاعد بعصر وبيبيع للناس، يعني قبل ما نوعي الناس إنه ما حدا يشتري منهم لأنه ما في شروط صحية وما في شروط السلام العامة التي يجب مراعاتها، يعني وين دور مين المعني فيهم؟ يعني مش هلا نحن بدي احكي لك شغله، نحن كمؤسسات حكوميه ولا واحد فينا بقول لك انا غير معني، بالعكس كلنا نتحمل المسؤوليه، لكن نحن كمؤسسه عامه للغذاء والدواء مسؤولين عن الاماكن المرخصه. هناك اتفاقيه تعاون ما بيننا وبين الامانه بالنسبه لهم، الامانه ايضا تقوم بعملها على اكمل وجه، لكن يعني بدك جيش لا يكون يقدر ينطلق لكل مكان ولكل علبه، فنحن عن طريقكم بنوعي المواطن انه هذول الباقة اللي بيكونوا بالشوارع لانه حد درجه الحراره مرتفعه جدا اصلا من الناحيه الغذائيه هو راح يفقد قيمته. الفيتامين سي بالموجود بالبرتقال او بالليمون راح يفقد قيمته، وبتخاف انه بالشمس يصير في برضه بعض التفاعل ما بين العبوات المعده، لانها مش برضه حتى العبوات المعده لوضع العصير يجب ان تكون برضه فود جريد. فهي فرصه انه ننبه ونوعي المواطن، واظن مواطننا يعني واعي لدرجة وجودكم معنا خلال هالسنوات، وجود مثل هذه البرامج زاد على زيادة إنه التوعية. وطبعا في عنا أرقام، إحنا موجودين وأرقامنا موجودين، بس قبل ما أحكي الأرقام بحب أعطي كمان نصيحة تانية إنه
بدأ المواطنين، العروض موجودة في كل العالم، وهي كل دول العالم موجودة، لكن وطبعا بيكون عليها تاريخ انتهاء، وهي كل صاحب منشأة يحق له انه يعمل عروض على سلع معينة عندما يقترب انه تاريخ انتهائها. لكن انا النصيحة لمواطننا الاردني انه عدم التفافت في شراء المواد الغذائية، هي موجودة وعلى مدار الساعة. وبرضه ما يحب اول هو شهر نحاول اكثر يكون فيه للعبادات والطاعات اكثر من انه نضيع وقتنا كثير في شراء الطعام والشراب. فالانسان بيدخل على السوبر ماركت، الاب او الام او مين ما يكون، بيلاقي عروض بقول يلا رخيص، بصير يشتري لا شعوريا اكثر من حاجته الفعليه. طيب لذلك دكتورة، يعني الان إذا بدنا مقارنة بسيطة ما بين السنة الحالية أو العام الماضي، كنا نسمع عن حجم كبير من يعني عمليات الإغلاق لمحلات ومطاعم منشآت، يعني نتيجة مخالفات تم ضبطها. الآن بنلاحظ أنه يعني على ما يبدو أنه صار في وعي صحي، كونه صار في تراجع بالأرقام التي يعلن عنها، ولا أنتم صرتوا تشتغلوا بعيدا عن الإعلان عن الأرقام؟ لا لا سيدي، صراحة إلنا يعني هو العمل الدؤوب المتواصل والعلاقة التشاركية وحملات التوعية اللي قامت فيها فروع المؤسسات كافة في كافة مناطق المملكة مع المنشآت الغذائية عشان تطور مبدأ الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه المنشآت، ساهم بجزء كبير إنه هاي أصحاب المنشآت إنه يتلافوا السلبيات الحرجة. جميل. التي تدعي إلى إغلاق المكان. دكتورة، يعني أنت تحدثتي عن أرقام خاصة بالشكاوى، هل ممكن إنه نوضح هاي الأرقام نعلنها للمشاهدين؟ نعم أوضحها، وأتمنى إنه تكون النقطة أيضا وصلت، إنه الناحية اللي هي توعوية هي مهمة دائما إذا بدك الارتقاء بأي مستوى متقدم، وإنه أصحاب المنشآت تخليهم يشاركوك بالمسؤولية، إنه هن إذا في لا سمح الله حدثت أي حالة تسمم إنه هن بدهم يتشاركوا معك، لازم توعي عندهم الرقابة الذاتية، هن يشتغلوا على حالهم عشان يطوروا أساليبهم ويحافظوا على سلامة انسياب غذاء آمن. فهذه الطرق دائما تؤدي نتائج أفضل من الطرق أنه بس أنا ضابط بس بدي أسكر بغض النظر بدون ما أصدفه شو نوع المخالفة اللي قام فيها صاحب المنشأة الغذائية. هلأ بنتقل معكم لأنه طبعا غرفة عمليات ولها رقم مباشر، هو الأرضي 06 5 6 3 2 0 2 3 2 0 2 3. نعم. هلا طبعا موقعنا الإلكتروني اللي هو www.jfda.jo. يعني تستقبل الشكاوى من خلاله أيضا؟ إيش هو؟ نعم نعم نعم، متابعينه أول بأول، وحتى صفحة المؤسسة على الفيسبوك. ليش؟ لأني منعرف إن شريحة عديدة من الناس يعني تستعمل الفيسبوك، فبرضه صفحتنا على الفيسبوك برضه إنه إحنا عمالنا منتابعها. بحب أعطيكم رقم برضه، رقم مهندس أمجد الشايدة اللي هو مدير الغذاء، ياريت تليفونه موجود في أي وقت، 07 أيوة 990 990 3 أيوة 99 99 54 54. يعني نحكي الهاتف، وبرضه في هاتف آخر مهم، الدكتور موسى العبادي مديرة المناطق، أيضا هاتفه موجود كل الوقت. يعني هذا بدل على شفافية عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وحرصها بالوصول إلى جميع المواطنين وتلقي شكاواهم وقضاياهم. يا ريت تلفون الدكتور موسى أيضا حتى نعلم. التليفون دكتور موسى برضه موجود 07 أيوة 990 990 3 5 3 5 8 9 9 8 9 9.
بقدر إذا بدكم بعطيكم فرع الزرقاء كمان وفرع إربد، بس كله يعني الحمد لله يعني إحنا فريق متكامل. الأرقام هاي مهمة جدا حتى المواطن الأردني يكون على تماس وتواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. دكتورة هيام الدباس، اسمحي لي أني أشكرك وأشكر كافة العاملين بهذه المؤسسة العتيدة التي نعتز بجهودها الوطنية من أجل الحفاظ على صحة المواطن والقيام بالدور الرقابي. شكرا دكتورة. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير والأردن بخير.